طب يا دكتور قدس، على ذكر فضيلة الشيخ خليل الكونكتشي، يعني هو يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي الآن والمعسكرين في حالة من الصراع، وهو ممثل للمعسكر الإسلامي، لكن الصدمة الكبرى بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يتم إحالته للتحقيق من قبل هيئة الشؤون الدينية في تركيا، وهذا الأمر كان مستغرب بشكل كبير جدا، وحتى مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرج على صفحته على تويتر وأعلن عن تضامنه الشديد واللامحدود مع فضيلة الشيخ خليل كوناتشي. بماذا تعلق؟ لا بأس، يعني الذي يتكلم بالحقائق والذي يتكلم بالحق دعه يقدم إلى التحقيقات، لا أشكال في ذلك. هناك تصوير وهناك شهود وهناك حتى يتبين أنه فعلا هذه الدولة، إن شاء الله لا تظلم أحدا في ذلك. لكن نحن نريد أن نقول بأنه كل داعية لا بد أن يعلم، وزارة الشؤون التركية، وزارة الشؤون بلداننا في العراق، الدعاة والأئمة والخطباء، أنك إذا دخلت في الدعوة، الدعوة ليست لعب، الدعوة ليست له. هذا قد قال الله تبارك وتعالى أنك إذا يعني إذا دعوت الله سبحانه وتعالى عليك، دعوت إلى الله، لا بد لك أن تصبر. في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال: واصبر على ما أصابك. قال العلماء: لماذا جاءت كلمة واصبر على ما أصابك بعد ذلك؟ قال: لأن الداعي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بالصلاة سوف تواجهه الكثير من 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 هؤلاء النماذج، فلا بد له أن يصبر، وسيبتلى وتأتيه مصائب كثيرة. أنت كداعية وكإمام وخطيب قد قبلت أن تدخل في هذا السلك، قد قبلت بأن تكون تلبس عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، تجهز، تحضر للفتن، تحضر للمصائب، ولا بد أنك أنت تدخل إلى المجتمعات وتؤثر فيها، ليس أن يؤثروا فيك. الإخوة الإندونيسيين تصرف أموال طائلة من الدعاة في إندونيسيا، يذهبون إلى الأزهر في مصر ويذهبون إلى الشام، يتعلمون مبادئ الدين ويعلمون أن هذه سنة وهذه بدعة وهذا يجوز وهذا لا يجوز. نحن نتعجب حين يرجعون إلى مثلا إلى بلدانهم في إندونيسيا، يتأثرون بمجتمعاتهم. نأتي ونقول لهم: ألم تتعلموا أن هذا صحيح وهذا خطأ وهذا يجوز وهذا لا يجوز؟